فترة عندي مجموعة عواد الحين عندي وايد عواد وهديت وايد عواد الآن الموجود عندي حوالي 20 عود وهديت حوالي 30 عود فمن أغيب عنه فترة أحس إن شنا ضايق خلقه شوية وفعلا الآلة الموسيقية من تتركها تطفي تذبل أو تطفي تطفي لازم العود تعزف عليه على طول على طول كم لحن لحنت عليه هذا العود وايد الحان كثيرة من ضمنهم من ضمن الأشياء يعني الغريبة العود اللي أنا الآن هذا موجود معي هذا أنا فصلته في القاهرة أول شيء فصلت عود أخوه فلما صانع العواد طبعا عمي بدر الله يرحمه توفى قال العود جاهز تعال استلمه فلما جيت ما لقيت العود وأنا كنت في الكويت وين عودي قال خذها طلال المداح شلون خذها طلال قال والله شاف العود وعزف عليه قال الله من العود الجميل من مال هذا قال أنا عبد الله قال أنا عبد الله حبيبي هذا وخذ العود قولوا له طلال المداح خذها استاهل أبو عبد الله رحمة الله عليه استاهل فقال لي بعمل لك عود ثاني نفسه وعمل لي هذا العود أخوه بالضبط فلما جبته الكويت والله العظيم صوته راح وين العود الجميل وين هذا انكتم غريبة طبعا انا يعني احب الآلة الموسيقية فكرت من كثر الزعل ان يوم من الايام اكسره ليش يعني نطرت عليها الفترة وهذا كذا ويطلع واهملت العود بالضبط مو اقل من 6-7 سنوات ولا جيته بعدين جيت يوم اعزف عليه ولا تغير صوته شو اللي تغير الخشب يتفاعل مع الاكسجين يتفاعل مع الهواء إيه بعدين كل ما تعزف عليه كل ما تكون أحلى كل ما تعزف عليه يكون أحلى يعني هو تقريبا نفس آلة الكمان يعني ما يختلف عنها بالضبط إحنا هذا مصنوع سنة 89 يعني 89 89 اللي تشوف هذا يعني بس لأني محافظ عليه 20 سنة يمكن لأني محافظ عليه ولأن تشوف تحس نظيف يعني وصوته جميل الحين من العواد الحلوة اللي عندي تقريبا 29 سنة يعني أذكر أبو سارة عباد الجوهر عزف عليه قال لأنه خوش عود هذا قلت له الحمد لله مشكور اذا نسمع يعني على شيء ويعني اكيد يعني كل يعني كل آلة مرتبطه في ذكرى مرتبطه في موقف وفي حكايه يعني اي لازم وهذا العود في اثنين من اعتقد واحد عند طلال مداح رحمه الله عليه والثاني عند استاذ انور عبد الله اللي بعد 4 سنوات طلع صوت العود الجميل مثلا فيما قطعة موسيقية اسمها لونج رياض لرياض الصنباطي بس أنا اختصرت لكم فيها عشان سمعكم صوت العود هذه تأليف الموسيقار رياض الصنباطي يا سلام أحسنت